أشرف، وعودة إلى برنامج من القاهرة، والحوار ما زال عن القضية الفلسطينية والحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين واشتباكات مع سلطات إنفاذ القانون في حرم بعض الجامعات الأمريكية. قد تكون فيتنام بايدن كما وصفها السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز، محذرا من أن موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن الحرب في غزة ربما يؤدي إلى نفور الناخبين الشباب في الانتخابات الأمريكية المقبلة. بموازاة مع ذلك، حثت مجموعة من 88 عضوا ديمقراطيا في مجلس النواب الأمريكي الرئيس بايدن على النظر في وقف مبيعات الأسلحة الهجومية لإسرائيل بسبب المخاوف بشأن استمرار القيود على تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة. كيف سنحلل هذه النقاط في ضوء القضية الفلسطينية في هذه المرحلة الهامة والحرجة؟ هذا ما سيكون عليه الحوار بعد الفاصل، فتابعونا. لا تزال الجامعات الأمريكية تشهد حراكا واسعا واحتجاجات مستمرة دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة. ففي أحدث التطورات، اعتقلت الشرطة في الولايات المتحدة عشرات من الطلبة المحتجين دعما للفلسطينيين، كما أزالت مخيم اعتصام في جامعة فيرجينيا، بينما استعدت جامعات أمريكية أخرى لمزيد من الاحتجاجات والاضطرابات خلال حفلات التخرج. جامعة فيرجينيا شهدت مجددا توترا رغم أن الاحتجاجات اتسمت بالسلمية إلى حد كبير، وشهد ضباط شرطة وقوات مكافحة الشغب في مقطع مصور وهم يدخلون مخيما للمتظاهرين ويقيدون بعض المتظاهرين ويستخدمون ما بدا أنه رذاذ كيميائي. الطلاب في عشرات الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة يحتشدون أو يقيمون خياما للاحتجاج على الحرب المستمرة منذ أشهر في قطاع غزة، ولمطالبة الرئيس جو بايدن الذي يدعم إسرائيل ببذل المزيد من الجهد لوقف إراقة الدماء هناك، كما يطالبون جامعاتهم بسحب استثماراتها من الشركات التي تدعم الحكومة الإسرائيلية مثل شركات توريد الأسلحة. من جانبها، قالت جامعة فيرجينيا في بيان صحفي إن المحتجين خالفوا عددا من سياساتها من خلال نصبهم لخيام واستخدامهم لمكبرات الصوت. مقاطع مصورة جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي أظهرت عشرات الطلاب وهم يرتدون الكوفية الفلسطينية التقليدية وقبعات التخرج ويلوحون بالأعلام الفلسطينية وسط هتافات وصيحات استهجان من حشد يقدر بالآلاف. واستدعت العديد من الجامعات بما في ذلك جامعة كولومبيا في مدينة نيويورك الشرطة لاحتواء الاحتجاجات، واعتقلت الشرطة حتى الآن أكثر من 2000 متظاهر من جامعات في جميع أنحاء البلاد. وتنظم الاحتجاجات المناهضة للحرب ردا على الهجوم الإسرائيلي على غزة، والذي أدى إلى استشهاد أكثر من 34,000 فلسطيني.
اهلا بحضراتكم مره اخرى، وينضم الينا في الاستوديو للمزيد من القراءه والتحليل للمشهد الفلسطيني في الوضع الحالي سياده السفير يوسف زاده، مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا. يعني سابدا من وصف السناتور الامريكي بيرني ساندرز مما يحدث الان من حراك طلابي في الولايات المتحده الامريكيه، بانه يذكر بما حدث في فتره حرب فيتنام، وانها يمكن ان تكون فيتنام جديده على الرئيس الامريكي جو بايدن. هل توافق على هذا التوصيف؟ طبعا السناتور ساندرز يعني من المؤيدين المعركه من الاول خالص، وما اقدرش اقول مؤيدين قضيه فلسطينيه، انما يعني اتجاهات الإدارة الأمريكية في مزيد من السلاح والدعم لإسرائيل هو شايف أنه مبالغ فيه، إنما هو فعلا طبعا تورطت الإدارة الأمريكية بشكل أو بآخر في معركة غزة للأسف شديد يعني، ودلوقتي بتستخدم هذه الحرب البشعة ضد شعبنا في غزة كورقة انتخابية. يعني بنشوف برضو ترامب بيعمل تصريحات كل شوية، وترامب طبعا داخل واستطلاعات الرأي بالظبط بتجيله طبعا كل شوية، كفيته أرجح من الرئيس بايدن، محدش عارف مين اللي هيكسب في الانتخابات، ده موضوع طبعا هننتظر نشوفه، إنما أعتقد أن هي فعلا وصف يعني أنا بتفق معاه أن هي فعلا الولايات المتحدة اضطرت. يعني أنا خدمت في أمريكا واشتغلت هناك وشفت إزاي بتصنع السياسه وازاي بتاخذ قرارات، ففعلا اداره بايدن يعني تورطت بشكل كبير جدا في هذه الحرب الظالمه على شعبنا في فلسطين، وطبعا في معارضه كبيره جدا من سناترز كتير مش هو بس يعني. نعم، لكن بالنسبه للحراك الطلابي اللي بيمثل طفره الحقيقه في المجتمع الامريكي، لانه اللوبي الصهيوني قوي وتأثير اللوبي الصهيوني قوي على مدى سنوات طويلة، فإنه يحصل هذا الوعي بين طلاب الجامعات الأمريكية وليس فقط من الأصول العربية أو الإسلامية، لكن طلاب أمريكيين بشكل خالص يعني، إلى أي مدى هذا يعكس ارتفاع أو زيادة نسبة الوعي؟ هل هو بسبب اطلاع هؤلاء الطلاب على الحقيقة من خلال وسائل الإعلام، من خلال ما يحدث في التغطيات المختلفة، الوعي أكثر بحقيقة الشعب الفلسطيني بأرضه، أم ماذا برأيك؟ أنا رأيي الشخصي أن الطلاب طبعا العرب في هذه الجامعات، ونحن مش بنتكلم على أمريكا بس، في أوروبا حتى كمان وفي كندا في كل حتة يعني، حصل حراك زي ما حضرتك تفضلت كبير جدا من الطلبة، والخيام اللي اتعملت في، وشفنا طبعا جامعات، بس الحراك مش من الطلاب العرب بس، لا انا قصدي اقول الطلاب العرب فهموا الغير العرب ايه هي الحكايه، فيعني لولا التواجد اللي موجود من الطلاب العرب في الجامعات الامريكيه والاوروبيه ما كانش حصل اللي حصل ده، لان مش يكفي، لا يكفي بس الاطلاع على الاخبار، لان حضرتك عارفه طبعا الطالب في امريكا مش هيقعد يتفرج على الاخبار كل يوم يعني، فهم طبعا فهموهم وروهم الافلام والحاجات دي، فاعتبر يعني اعتقد ان هم كانوا قوه دافعه لهذا. الانترنت طبعا وانتشاره والبرامج التطبيقات الموجوده، وطبعا الشباب في امريكا وفي اوروبا ابتدى يشوف اللي بيحصل في غزه، وطبعا حصل نوع من الحراك الكبير جدا. شفنا طبعا مشاكل جامعه كولومبيا مثلا في نيويورك، وعرفنا طبعا ايه اللي حصل مع رئيسه الجامعه وجامعات اخرى، فالحراك ده طبعا ما فيش شك بيأثر على صنع القرار في امريكا، بيأثر ازاي ده اللي هنشوفه لسه، ان العمليه ما انتهتش، واحنا دلوقتي في موسم امتحانات وفي جامعات كمان اعلنت انها هتبقى اونلاين مثلا احدى الجامعات، فطبعا الحراك ده مهم جدا، واعتقد ان الشباب ابتدى يشوف بره مصر في العالم الغربي يعني ايه هي القضيه الفلسطينيه زي ما حضرتك اتفضلتي، وايه هي الحرب الظالمه اللي بتحصل في غزه، ما كانوش بيشوفوا الحاجات دي قبل كده، واكتشفوا ان في دوله احتلال وكلام ده كله ما كانوش عارفين يعني. طب ده هل ده ليه مردود على المجتمع نفسه، المجتمع الامريكي نفسه؟ له مردود طبعا، هيفضل محصور بين فئه الشباب بس؟ لا له مردود، يعني كل واحد من دول ما عنده اهله وعنده اصحابه وعنده قرايبه وعنده بتاع، فطبعا كل يوم شايفين ولادهم في الجامعات بيعملوا كده، فبيبتدوا هم كمان يشوفوا ايه الحكايه. وما ننساش كمان ان من ضمن المتظاهرين انا شفتهم، ويمكن حضرتك شفتي والمشاهدين، في طلبه يهود كانوا موجودين يعني لابسين، حتى في توجه كبير من طلبه يهود ضد الصهيونيه وضد ما تفعله اسرائيل بالظبط. واحنا كمان بنشوف حتى في الجمعيه العامه للامم المتحده كل سنه في نيويورك بتنعقد في سبتمبر، بنشوف اسرائيلي يهود اسف يهود اسرائيليين بيتظاهروا ضد اسرائيل قدام الامم المتحده. فاللي يعرف السياسه الاسرائيليه كويس جدا والمجتمع الاسرائيلي كمان، في نسبه كبيره جدا من اليهود ضد اللي بيحصل في
من سلطات الاحتلال، مش بس في غزة، كمان في الضفة والحاجات اللي حصلت في غزة. فالحراك ده متهيألي هيأثر بشكل أو بآخر على الانتخابات الأمريكية. ودي عمل خارجي جديد جد، ما كانش في حاجات قبل كده بتحصل. يعني قبل كده كنا بنتكلم على السياسة الصينية، على العقوبة ضد روسيا عشان حرب أوكرانيا. لا، ده في عمل جديد دلوقتي ومستمر، وضعنا مش هينتهي يعني. طب كيف سيؤثر على الانتخابات الأمريكية؟ يعني هل فئة الشباب فئة مؤثرة في التصويت أو في نسب التصويت، ولا مواقف الإدارة الأمريكية من القضية الفلسطينية هتخلي الناس تعيد حساباتها؟ رغم أنه أعتقد أنه ما فيش فرق كبير بين موقف بايدن وترامب من القضية الفلسطينية. مظبوط. صحيح؟ مظبوط. لا يعني طبعا الولايات المتحدة احنا عارفين طبعا موقفها مع إسرائيل من زمان. بالظبط. والإسرائيل طبعا اللوبي اليهودي اللي موجود ماسك الاقتصاد ووسائل الإعلام ومحطات تلفزيون وجرائد والبنوك. يعني احنا عارفين طبعا القصه دي كلها، واسرائيل ازاي التواجد بتاعها موجود في الولايات المتحده بيأثر على الكونجرس وبيأثر على الوايت هاوس بالتحديد، وحتى سياسات البنتاجون وكل الكلام. انما زي ما بقول يعني كل طالب من دول وكل طالبه من دول ما لها برضه اهل ولها اصدقاء حتى بره الجامعه، فدول كمان هيبقوا قوه ضاربه في الانتخابات، واعتقد دول هيأثروا في الانتخابات مفيش شك يعني. طيب كيف يمكن استثمار ما يحدث الان لصالح القضية الفلسطينية بشكل ذكي ومؤثر ويتناسب مع العقلية الأمريكية؟ هو طبعا اللي بيحصل في غزة والتهديد كل شوية باقتحام رفح ده طبعا، وطبعا احنا في مصر بموقفنا طبعا هنتكلم فيها، انما يعني بيأثر من انه يعني هم طبعا دلوقتي المجاعة اللي موجودة عند شعبنا في فلسطين طبعا، والمساعدات اللي بتوصل مش كافية. النهارده شفنا مثلا ضرب الصواريخ معبر كرم ابو سالم، ده طبعا بيأثر على دخول المساعدات. احنا في مصر عاملين التحالف الوطني الاهلي العمل التنموي، ده يعني صادق قرار جمهوري بيه من كام يوم، وهيجتمع اعتقد الجمعيه العموميه بتاعته يوم 4/8. فدخول المساعدات وحادثه بتاع ضرب ويل سنتر كيتشن دي سمعت في العالم كله، ان ازاي ناس اجانب متطوعين لاغاثه شعب فلسطيني، طبعا هم بيشتغلوا في حته ثانيه في العالم، تتضرب بالصواريخ ويحصل وفيات. فحتى المساعدات كمان لما بتضرب وبتتأثر، كل الشعب الامريكي والنخب الامريكي بيشوف الكلام ده كله. واعضاء الكونجرس اعتقد مش بس ساندرز، يعني في زعيمين الاغلبيه في مجلس الشيوخ احنا شفناه برضه طالع بيتكلم، وهو راجل يهودي بيتكلم على ان الحرب دي ظالمه ويجب ان هي تتوقف. فاستثمار هذه المحنه الحقيقه في التاثير على الولايات المتحده، انا اعتقد ان هي يمكن تكون حاجه قصيره، بس هيلعب بيها الطرفين في الانتخابات مفيش شك، الحزبين يعني. لكن رغم عدم الاختلاف بين موقف الحزبين، ازاي ممكن كل حزب يحاول يستقطب ناخبين اكتر، رغم انه مش هيكون في اكيد مؤازره للجانب العربي او الفلسطيني، اكيد هيكون في مؤازره للجانب الاسرائيلي لانه اللوبي الصهيوني مسيطر على لعبه الانتخابات. تمام. يعني الانتخابات لما كانت مش هتتوقف بس على بيحصل في غزه، يعني في عوامل اخرى كثيره جدا، حرب اوكرانيا مثلا كمثال. في معارضين وفي مؤيدين، لكن ازاي الفريقين ممكن يبقى عندهم مواقف مختلفة لجذب ناخبين؟ اعتقد حضرتك الحرب ما يحدث في غزة هيأثر في الناخبين اللي هم هيقرروا ان هم يعارضوا سياسات بايدن حاليا. طبعا سياسات ترامب احنا لسه ما شفناهاش ومش عارفين هيعمل ايه، يعني ما نقدرش نسبق الاحداث، بس هو عندهم تجربه. وشفنا كمان وشفنا نقل السفاره الى القدس، يعني شفنا ترامب بيعمل ايه. بالظبط. فما نتوقعش قوي من امريكا كتير، بس نتوقع من الراي العام العالمي كله انه يقوم بالضغط على ما يحدث في الولايات المتحده من حراك كبير جدا عمره ما حصل قبل كده. يعني حرب فيتنام، حتى ساندرز لما اتكلم على فيتنام كان في مظاهرات فظيعه ايام الستينات والسبعينيات لغايه ما انتهت الحرب مع ايام نيكسون. فده بيبقى عامل ضغط كبير جدا على الانتخابات، واعتقد زي ما حضرتك قلتي هيبقى في جزء كبير جدا شريحه من الناخبين الشباب اللي هم تحت مثلا 30 let's say نفترض، يعني هم دول اللي هيأثروا في كافه الانتخابات مفيش شك. هل في احتمال لاستخدام سلاح العزوف عن المشاركه في الانتخابات؟ يعني اذا كان الطرفين فعلا موقفهم اكيد مش هيبقى، ما اعتقدش، لان ولا ده مش لا مش تفكير الناخب الامريكي. لا، الثقافه الامريكيه مختلفه حضرتك، ما فيش يعني احنا مصر في مصر مرينا بيها زمان مثلا بعد 2011، في ناس قال هنقاطع الانتخابات. لا، مش ده الثقافه اللي موجوده في امريكا، هم بيعتزوا بنفسهم جدا وبيعتزوا بثقافتهم. لا، ممكن ده يبقى موقف، لانه اكيد موقف ترامب وموقف بايدن هيكون
مش في صالح الفلسطينيين، واكيد مش هيبقوا ضد اسرائيل، فممكن يكون موقف للشباب ان هم مش عايزين لا ده ولا ده. هل دي طريقه تفكير؟ هي طبعا يعني لو تحدثنا بقى عن الديمقراطيه الملكيه، ما احنا بنتكلم على اما مش عاجبني ده وده، طبعا مش عاجبني الحزبين هعمل ايه، او مش عاجبني المرشحين. ما انا بقول انه هل سلاح المقاطعه يعني في طريقه تفكير الناخب الامريكي ولا لا؟ انا ما اعتقدش للاسف. يعني مثلا في فرنسا بيبقى في 7 مثلا مرشحين لرئاسه الجمهوريه، يبقى في تشويس، بيبقى عندهم اختيار. في امريكا لا، يا اما الحزب ده يا ده. وحتى كان في كلام كمان من كام سنه لو حضرتك تتذكر ان حد هيعمل حزب ثالث. فالناخب الامريكي حقيقه محصور في الحكايه دي، الحكايه ان هم الحزبين طبعا مناصرين للسياسات الاسرائيليه واليهود، الضغط اللوبي الكبير الموجود. انما الناخب الامريكي يعني اقصى حاجه ممكن يعملها ان هو ما ينتخبش بايدن تاني، على اساس ان بايدن هو اللي في الحكم حاليا، والاداره الامريكيه بتقوم ما تقوم به في مسانده اسرائيل يعني. نعم. طيب معنا عبر يعني معنا ايضا السيد. طيب هنرجع تاني للضيف اللي هيكون معانا بعد قليل، لكن ارجع تاني لحضرتك سيادة السفير. طيب اذا عدنا للحراك الطلابي الموجود في الولايات المتحدة الامريكية، هل تتوقع لي مزيد من التصعيد في الايام القادمة، ام انه زي الوهج كده يعني هيصل الى قمة ثم يبتدي؟ ده سؤال جميل جدا. انا اعتقد الحراك الطلابي ده هيزيد بحاجه واحده بس، لو حصل عدوان على رفح اللي اسرائيل بتهدد بيه طول الوقت، وزادت الازمه الانسانيه جدا، او وكمان العامل الثاني اذا استمرت هذه الحرب موجوده كل شويه. طبعا بنسمع عن وفيات في غزه، يعني اسرائيل بتفضل تضرب برضه ما بتبطلش كل يوم. فطالما الحرب شغاله وما حصلش هدنه طويله الامد زي ما احنا بنطالب بيها، وتخيل مساعدات الشعب الفلسطيني، هتفضل هذا الحراك هيفضل موجود. هيفضل موجود. طيب اذا انتقلنا للجزء الخاص باسرائيل اللي هي المحرك الرئيسي لهذه الحرب، رغم انه الولايات المتحده بتقول من فتره بتصرح انه في ضغوط عليها انه لا يكون هناك اقتحام لرفح الفلسطينيه ولا يكون هناك تصعيد اكثر من ذلك، لكن نتنياهو مصر على المضي قدما في هذه الحرب وعدم التوقف وعدم الرضوخ للضغوط بوقف اطلاق النار. ما جدوى الحديث عن مفاوضات او حوار او نقاش مع اسرائيلي فلسطيني في ظل الاصرار على الاستمرار في هذه الحرب؟ يعني احنا عارفين كان عندنا وفد من حماس النهارده، في جايين تاني بكره، وبرضه احنا لاحظنا كلنا ان وفد حماس لما بيجي بيبقى فيه تشاور مع السيد يحيى السنوار، لان هو اصلا محرك الموضوع كله في غزه والكتائب والكلام ده كله. وطبعا المقترح المصري اللي هو وقف العدوان ومنع عمليه تحصل في رفح وتبادل الرهائن مع الاسرى اللي موجودين في سجون اسرائيل، اعتقد في مقترح مصري يتقدم واسرائيل ابتدت تبص فيه وتوافق على جزء منه. انما الفصائل الفلسطينيه ما زالت برضو، يعني احنا بنتكلم عن المقاومه الفلسطينيه، ما هياش يعني احنا بنحاول نوحد كلمتهم، انما هو ده مش ده الواقع اللي موجود، يعني بيختلفوا مع بعض. ومصر الحقيقه قايمه بدور كبير جدا. فهل هنقدر ان احنا نوصل لحاجه مع مفاوضات بين حماس واسرائيل لهدنه مثلا وتبادل الرهائن؟ ده اللي هنشوفه الايام الجايه. طيب خلينا ننتقل للسيد زيد تايم، امين سر حركه فتح في هولندا. سيد زيد، يعني اريد ان اتحدث اليك في محور المصالحه الفلسطينيه، المصالحه الفلسطينيه التي ربما هذه هي فرصتها الذهبيه لتخطي كل الخلافات والاختلافات بين الاشقاء الفلسطينيين، ورغم ذلك لا تحدث. ما هي نقاط الخلاف الأساسية التي تراها عائقا في الوصول إلى مصالحة كاملة في هذا التوقيت الذي تحتاجه القضية الفلسطينية بشدة؟ أسعد الله أوقاتك، تحياتي لك ولضيفك ولفضائيتكم العزيزة، الرحمة للشهداء والحرية للأسرى والشفاء للجرحى. الوحدة الوطنية مبدأ مهم جدا نادت فيه منظمة التحرير الفلسطينية مرارا وتكرارا تحت السقف البيت المعنوي للشعب الفلسطيني الذي دفع من أجله الشهداء والأسرى والجرحى، وكل على مدار من عام 1965 وما قبل ذلك منذ انطلاق الثورة الفلسطينية. أنت بتعرفي أنه هناك كل ما يجري دوليا
هو الالتفات إلى منظمة التحرير وإلى المفاوضات باسم منظمة التحرير، والاعتراف بمنظمة التحرير هي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني. من الضروري بمكان هذا الدم الفلسطيني وهذا السيل من الإرهاب ومن حرب الإبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني أن يوحد الشعب، أن يوحد الشعب الفلسطيني موحد، ولكن هناك آراء سياسية مختلفة حتى في قضية في قضايا كثيرة جدا. للأسف الشديد إلى هذه اللحظة، يعني أنت بتعرفي سيدتي اللقاء اللي تم في موسكو وتبنت كل الفصائل بما في حماس وجهاد إسلامي أن منظمة تحرير الممثل الشرعي والوحيد، ومنذ أيام كان اللقاء هناك بالصين كذلك الأمر، ومرات ومرات استضافت القاهرة عديد من المفاوضات والتفاوضات وعديد من اللقاءات اللي ارتقت إلى مستوى جيد جدا والاقتراب من الاتفاق والتوافق، لأنه بصراحة بوحدتنا أكيد بتكون طرح الأمور أفضل، طرح الأشياء أحسن، بتكون حتى أمام الاحتلال. إذن ما هي المشكلة سيد تيم إذا كنتم كلكم ترون أن الوحدة الفلسطينية هي فعلا الملاذ الأخير في هذا التوقيت؟ هل هي مسألة يعني سطوة أو قيادة؟ هل هو صراع على القيادة؟ من الذي يقود المقاومة الفلسطينية في الوقت الحالي؟ لأنك ذكرت أنه منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الوحيد والشرعي للشعب الفلسطيني، ربما هذا المسمى حقيقي، لكن في هذا التوقيت لا ينبغي التأكيد عليه بأنه حركة حماس ليست ممثلة للشعب الفلسطيني، فبالتالي لا يصح لها أن تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وما إلى ذلك. يعني نحن في مرحلة لابد أن تذوب فيها كل هذه المسميات وكل هذا الصراع على السلطة. هل هذا غير واضح؟ هذا بالجانب النظري ممكن أن أحصل. هذه الفصائل إن كان فتح أو كان حماس أو الجبهة الشعبية أو حتى حركة الجهاد الإسلامي، هم فصائل بمسميات مختلفة، ولكن الذي يمثل الشعب الفلسطيني بكل فصائله ما عدا الجهاد الإسلامي وحماس منظمة التحرير الفلسطيني الممثل الشرعي، ليس الآن حتى بالأمم المتحدة. هل الأمم المتحدة أو كعموم العالم يعترف بفصيل أم يعترف بمنظمة التحرير؟ منظمة التحرير الممثل الشرعي هي نتيجة نضال طويل مع الشعب الفلسطيني، وطلبت حركة فتح والقيادة الفلسطينية انطواء إن كان حركة حماس أو الجهاد أو الإخوة الآخرين، أنه نحن جميعا في شراكة. الاحتلال لا يميز عندما يقصف رفح أو يقصف غزة أو يقصف الضفة بين أي فصيل من الفصائل الفلسطينية. الموضوع لا ليس الآن الحرب ليست ضد فصيل، هذا عنوان تتخذ إسرائيل، ولكن الحقيقة هي حرب إبادة حقيقية ضد الشعب الفلسطيني. نعم. جميعا بدون استثناء. الاحتلال والقذائف أختي العزيزة سيدتي لا يميز أنه هذا ابن حماس أو هذا ابن فتح أو هذا ابن الجبهة الشعبية، أبدا. يقصف كل مقومات الحياة من الجانب الطبي، الجامعات، المدارس. طيب. كل هاي الأشياء نحن الآن بأمس الحاجة فعلا لوحدتنا الوطنية الفلسطينية، وهذا الدم الفلسطيني الذي سال بهذا الحجم من الشهداء والجرحى والأطفال لزام علينا أن نكون وحدة تحت إطار واحد، ألا وهو منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. طيب ابقى معنا سيد زايد، وأعود مرة أخرى إلى ضيفي سيد سفير يوسف زادة، وأسمع رأيك في هذه النقطة. ما هي نقطة الخلاف الرئيسية التي تحول بين وحدة الفصائل الفلسطينية أنه الحوار الفلسطيني ينجح؟ هل هو صراع على السلطة، القيادة، المسميات؟ كل اللي حضرتك تفضلت بيه طبعا ده موجود. يعني في خلافات على من يقود من ومن يبقى في السلطة، يعني احنا شايفين طبعا احنا في وضع استثنائي وكمان اللي موجودين في غزة على الأرض أو في الأنفاق تحت، وفي ناس بتتكلم على ان قيادات حماس موجوده في قطر، وطب ما طبعا لازم هيكونوا بره غزه والا كانوا اتصفوا من زمان، فده مش منطق يعني. انما هو الحقيقه في خلاف كبير جدا ما بين حماس والسلطه الفلسطينيه، واحنا عارفين من زمان، من ساعه ما حماس تولت حكم قطاع غزه، يعني دي حاجه كلنا عارفينها، واحنا كمان كان عندنا خلافات مع حماس لفتره طويله جدا من الفصائل اللي موجود. احدى المشاكل دلوقتي الموجوده من يقود هذه المفاوضات ومن يتكلم باسم حماس
واعتقد ده طبعا مش متفق عليه لغايه النهارده. يعني يتكلم باسم المقاومه. باسم المقاومه. يعني لما في ده في ناس موجودين في قطاع غزه تحت الانفاق بيمارسوا المقاومه وفي ناس تانية موجوده بره. اعتقد الاتصال بينهم كمان ما بيبقاش سهل. ودي حاجة. الحاجة التانية كمان الخلاف على التبادل الرهائن دي من قضايا رئيسية مثلا موجود. دي حاجة برضو ما فيش اتفاق عليها. يعني احنا شايفين السيد يحيى السنوار بيرفض حاجات مثلا كل شوية لما تقدم له. فقيادة حماس ومستقبل حماس اصلا في غزة بعد الحرب. يعني ايا كان الوقت اللي هتنتهي فيه هذه الحرب مستقبل يعني مين اللي هيحكم غزة؟ يعني هو المقترح بتاع ايه؟ بتاع وقف اطلاق النار وهدنة وان القوات الاسرائيلية كلها تنسحب من غزة وان حماس يبقى لها وضع في حكم غزه. وده اعتقد يعني شفناه رفض اسرائيلي كامل بهذا المقترح. طب هل الفصائل كلها لما تكون موحده؟ وحصل اعتقد اجتماع حتى في الجزائر من كام شهر يعني لمحاوله. أيوه هذا في اجتماعات حصلت في روسيا وفي الصين لمحاوله تقريب وجهات النظر لكن يعني لا تصل الى شيء حتى الان. لا تصل الى شيء للاسف شديد. مظبوط. طيب يعني اذا استبعدنا الصعوبات اللي موجوده في الوقت الحالي اللي بتمنعهم من الوصول الى 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 شيء، في رايك ازاي ممكن العثور على نقاط اتفاق ينطلقوا منها لتقويه الداخل الفلسطيني؟ يعني ايه اوراق الضغط اللي ممكن تبقى مرضيه لحماس وللسلطه؟ للاسف شديد يعني اوراق الضغط دي تعبير كويس من حضرتك، انما هي دلوقتي الورقه في ايد اسرائيل. يعني اسرائيل ما موافقتش على المقترحات اللي بتقوم بها مصر دلوقتي. وطبعا احنا كلنا عارفين ان في مصر بتقدم مقترحات وتوافق على اسرائيل على جزءها وحماس ترفض الجزء الاخر. الحاجات دي مش معلنه طبعا في لانها في صالح مش في صالح المفاوضات اللي بتقوم بها اجهزه الامن انها تعلن على الملا يعني. انما اعتقد انه الخلاف موجود. احنا كمان في حاجه مشكله ثانيه كمان، يعني مثلا السيد السنوار نفسه اعلن من فتره مثلا قريبه جدا انه مش كل الرهائن موجودين عنده. هو ده في كمان عندنا سرايا القدس، يعني في ناس الرهائن الاسرائيلي تاخدوا اسرائيل متوزعين. وكان في مشكله في كيفيه تجميع 40 شخص من دول وتسليمه، لان طبعا هم رافضين يسلموا العسكريين، عايزين يسلموا المدنيين وفي منهم جنسيات غير اسرائيليه. فالاتفاق مع منع الارض في غزه والقيادات الموجوده بره ما اتحققش للاسف شديد جدا، ومصر بتعمل جهود حساسه جدا لتقريب وجهات النظر بينهم يعني. طيب اعود مره اخرى للسيد زايد تايم امين سر حركه فتح في هولندا، واتوجه ليك بنفس السؤال سيد تايم. ايه اوراق الضغط اللي شايفين انكم ممكن تستثمروها في الوقت الحالي؟ يعني لماذا لا تستغلوا الحراك الدولي اللي بيحصل في الولايات المتحدة الامريكية وفي جامعات اوروبا وتستندوا اليه لتحقيق وفاق فلسطيني ضاغط على اسرائيل في التوقيت الحالي؟ سيدتي العامل النظري شيء والجانب العملي شيء اخر. حقيقة لا يقل أهمية ما يحدث في غزة عن ما يحدث في الضفة وما يحدث في القدس. بالضفة الغربية يحدث تغطية على الأوصال. يجب أن يكون هناك استراتيجية جديدة فلسطينية في وفق أجندة فلسطينية وليس وفق رؤية أمريكية أو رؤية أخرى. أنا أعتقد اليوم من الضروري بمكان الوحدة الوطنية تجسدت على أرض الواقع، تجسدت بالدم الفلسطيني. 34,800 شهيد و77,000 جريح، هذول مش من فصيل، هذول من الشعب الفلسطيني اللي دفع ضريبة عالي جدا من أجل يعني إرضاء ومن أجل هذا الجانب الأمريكي والإسرائيلي والجانب الألماني والأوروبي الذي يدعم هذا الكيان من أجل خوض حرب إبادة حقيقية. منظمة التحرير كما أسلفت هي الممثل الشرعي، يجب أن ينطوي الجميع تحت إطار هذه المنظمة الذي تمثل الشعب الفلسطيني في الخارج والداخل، أتت ضمن انتخابات رسمية. وهناك كذلك قيادة الفلسطينية نادت لو الوضع سليم وصحيح كان ممكن أن يكون هناك انتخابات بعد أن ينتهي هذا الشيء، انتخابات تشريعية وتنفيذية ورئاسية على كل المستويات. أعتقد اليوم المنطقة كلها والوضع الفلسطيني في يعني في تآمر كبير جدا عليه، إن كان
من قبل أمريكا أو بعض الدول الأوروبية الذي تخوض فعلا حرب إبادة؟ ماذا يقدم الأمريكان إلى الشعب الفلسطيني؟ شوكولاتة يقدم الشعب الكيان الأمريكي هذا للكيان الإسرائيلي كل أشكال الأسلحة وكل أشكال الإرهاب. وسعادة السفير الموجود مع حضرتك يعلم تماما في الجانب الدبلوماسي أن فلسطين خاضت معارك كبيرة جدا. مثلا على سبيل المثال في مجلس الأمن منذ أيام قليلة قدمت الاتخاذ عضوية وهذا حق مشروع للشعب الفلسطيني ضمن قرار 181، ومع ذلك الفيتو الأمريكي رغم أنه أمريكا تقول أننا نعترف بدولتين بدولتين. لماذا لا تعترف بفلسطين؟ لأن هناك أجندة داعمة بشكل قوي إلى الإسرائيليين. مسألة الوحدة الوطنية الفلسطينية هو مطلب مهم جدا في غايب الأهمية، لأنه قوتنا في وحدتنا، لأنه تأبى العصي إذا اجتمعنا تكسرا وإذا افترقنا تكسرت أحادا. نحن بالنسبة إلنا كل مقاومتنا الشعبية الفلسطينية إن كانت في غزة أو كانت في الضفة أو كانت في القدس هي من أجل تحقيق حق تقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمة القدس. سيد زايد، لكنك يعني تناقض هذا الكلام بأنه هذه الحقائق تعلمها كل الأطراف الفلسطينية، أنه في الوحدة في الاتحاد قوة وأنه لا. لن يستطيع أحد أن ينتصر عليكم وأنتم مجتمعين، لكن في النهاية في الأمر الواقع تحكمه المصالح. من الذي يمثل الشعب الفلسطيني؟ من الذي يحق له أن يدخل في المفاوضات؟ من الذي يعني هو ليس له حق الكلمة والتفاوض؟ منظمة التحرير يا سيدتي هي من حق، هذه هي النقطة. موضوع لا 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 موضوع غزة وموضوع الآن مفاوضات حماس ومفاوضات مع جانب برعاية مصرية وقطرية شيء مختلف تماما عن ما يدور من يمثل الشعب الفلسطيني. اليوم انا بدي اسال سؤال، هل من يمثل الضفه وغزه، من خاض كل هذه الامور في خضم العلاقات الدوليه والعلاقات الداخليه؟ نعم، لكننا في حرب. نعم، لكننا الحرب الدائره حاليا حركه حماس طرف اساسي فيها، شئتم ام ابيتم. وبالتالي صحيح، وبالتالي لابد من تقريب وجهات النظر بينكم وبين حركه حماس حتى تستطيعوا الخروج بمكاسب من هذه الحرب. يعني حتى لو كنتم على خلاف في التوقيت او في الاداء او اختيار او قرار هذه الحرب الذي اتخذته منفرده حركه حماس كما اعلنتم في بيانات سابقه، لكن في النهايه ينبغي تجاوز كل ذلك للوصول الى مكاسب في الوقت الحالي. يا سيدتي، الشعب الفلسطيني دفع ضريبه كبيره جدا من اجل حق تقرير المصير، ولن يقبل الشعب الفلسطيني الا بدوله فلسطينيه مستقله. نحن ليس لدينا خلاف على مساله انه هذا احتلال جاثم على ارضنا منذ عام 1948. نحن ما عندنا خلافات داخليه، الشعب الفلسطيني بكل فصائله بما فيه حماس، ولكن موضوع ما حدث في غزه موضوع اخر. اليوم شعبنا عم يتحرض لحرب اباده. اليوم نحن صوتنا صوت واحد لا خلاف عليه، ان منظمه التحرير افترض ان هي من تمثل الشعب الفلسطيني وهي الذي تمثل الشعب الفلسطيني. الان ليس غزه ليس بمعزل، ليس دوله غزه بمعزل عن الضفه الغربيه والقدس. الضفه الغربيه والقدس هي كتله واحده تمثل اطار الوطن الفلسطيني والدوله الفلسطينيه المستقبليه. الان في شيء خارج عن الإرادة اليوم هي موضوع ما حدث في غزة وما يحدث الآن في الضفة الغربية، لأنه المشروع الإحلالي الأبارتهايد الموجود في فلسطين وفي الضفة الغربية هو موضوع لطرد الفلسطيني من أرضه الذي عاش فيها منذ آلاف السنوات. هاي مسألة لا نقاش عليها. وإلا لماذا أمريكا سيدتي أخذت حق نقد الفيتو أكثر من مرة؟ لماذا أمريكا بعد محكمة العدل الدولية أخذت قرار بوقف مساعدة الأنروا لضرب حق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية؟ وفي تناقض غريب من العالم. وأنا بقول لك كمان يجب على الدول العربية الوقوف والدعم لهذا الشعب الفلسطيني المظلوم الذي يعاني ما يعاني من هذا الاحتلال الجاثم على صدرنا. ونحن منقدر عاليا كل الدول التي تقوم من مصر من الأردن من كثير من الدول من المغرب من
من العراق كل الدول العربية الذي تقف إلى جانب الشعب الفلسطيني. شكرا. ولاحظي عفوا بس كلمة، لاحظي هذا الاحتلال الجاثم أن أمريكا وبريطانيا وكل الدول تدعمه رغم أنه ظالم 100%. نعم، أشكرك سيد زيد تايم أمين سر حركة فتح في هولندا، شكرا لك. وأسألك سيادة السفير، هل هذه المعضلة الأساسية الاختلاف على السلطة وأحقية من المتحدث باسم الشعب الفلسطيني؟ حضرتك سألت سؤال مهم جدا من شوية، واحترام كبير طبعا ضيف حضرتك، كيفية استثمار ما يحدث من حراك في العالم كله في الجامعات وبتاع. أنا أعتقد أنه السلطة الفلسطينية لها دور مهم جدا. ننسى بقى الخلافات بيننا وبين حماس كسلطة فلسطينية، وعندنا سفراء موجودين للسلطة الفلسطينية في دول كثيرة جدا، احنا كسفراء بنشوفهم يعني، وشوفنا منهم بارعين جدا في الحديث والكلام عن ما يحدث من مآسي في غزة وما يجب عمل وقف هذه الحرب البشعة. شفنا سفير مثلا السلطة في لندن وغيره. فأعتقد استثمار ما يحدث من حراك لازم يكون به السفراء وممثلي السلطة الفلسطينية في الخارج اللي هم منتشرين في عدة دول أوروبية وفي الأمارات المتحدة لشرح للرأي العام ما يحدث، وتضامنا مع موقف حماس. يعني مقاومة الشعب الفلسطيني في النهاية. يعني هو يعني المشكلة انه لما يكون هناك حديث عن حركة حماس وهي يعني عضو يعني فرع اساسي او ليها دور اساسي في الحرب الاخيرة على غزة، ما حدش يقدر ينكر ده، بس ده لا ينفي نضال حركة فتح على مدى سنوات طويلة. فمش معنى انه يتم تسليط الضوء على حركة حماس في الوقت الحالي انه حماس تتفاوض، انه حماس بتاخد خطوات، انه القرارات ممكن تكون ازاي واستثمارها الانجح، انه ده يعني تهميش لحركة فتح. بالعكس، يعني نضال الشعب الفلسطيني لا احد يستطيع ان يزايد عليه، وينبغي ان يكون ذلك محسوس بين كل الفصائل الفلسطينية. المشكلة انه في صراع على الأحقية بدخول مفاوضات وبالكلمة الممثلة للشعب الفلسطيني. بس هذه حركة مثالة تسمحي لي. احنا مثلا طب احنا كان عندنا خلافات في مصر مع حماس من زمان، انما تجاوزنا هذا لان في مصلحة للشعب الفلسطيني المحاصر في غزة. يعني دلوقتي بنتكلم على مجاعة بتحصل وشعب متبهدل في غزة ومحاصر. فاذا الاولويه دلوقتي القضيه الفلسطينيه كلها ككل، مش بقى يعني كتائب شهداء الاقصى ليها ايضا دور في حرب غزه الدائره حاليا، وهي فصيل من حركه فتح. فبالتالي ما حدش يقدر ننسى بقى خلافاتنا. بالظبط، نتكلم على مصلحه الشعب المحاصر. بالظبط. طيب اذا خدنا فكره، يعني اذا تركنا فكره انه تحقيق المصالحه الفلسطينيه صعبه في الوقت الحالي لاسباب كثيره، البعض بيراهن على التفكك الداخلي الاسرائيلي مهما طال الامد، لانه في خلاف حقيقي بين نتنياهو وبين القوى السياسيه الاسرائيليه، حتى لو كان اليمين المتطرف بالمناسبه اللي المفروض انه بينادي باباده الشعب الفلسطيني وهو نفس هدف نتنياهو، وايضا على الجناح الاخر المعارضه الاسرائيليه والشعب الاسرائيلي او الداخل الاسرائيلي الراي العام اللي ليه ايضا سطوه ودور وبيغير قرارات احيانا بمظاهرات وبمطالبات. هل ممكن التعويل على تفكك اسرائيل داخليا في هذه الحرب بالذات؟ انا ما اعتقدش. ان احنا لسه قاريين احصائيات طالعه امبارح مثلا واول امبارح ان هو بيسالوا الشعب الفلسطيني هل تؤيد دخول شعب اسرائيلي هل تؤيد دخول رفح؟ اغلبيه قالوا اه. فيعني الاسرائيليين طبعا في وقت المحن دي بيوفروا، بالنسبه لهم بيوفروا مع بعض. وفي كراهيه شديده جدا احنا شفنا تصرفات افراد من الجيش الاسرائيلي مخزيه الحقيقه، وصوروها لنفسهم وطلعوها. فللاسف الراي العام الاسرائيلي ما قدرش اعول عليه كحاجه تضغط على الحكومه، لا. والمعارضه ضعيفه، يعني كان بيتكلم على السيد ليبيد او غيره، يعني كلهم بيقفوا مع بعض في النهايه، هم شايفين ان ده مصير الدوله الاسرائيليه. فما اقدرش اعول على اسرائيل من جوه، انا شخصيا ما اقدرش، انما اقدر اتكلم على الراي العام الضاغط من بره، على زي ما بنشوف مثلا وقف مثلا صفقه ذخيره كانت رايحه لاسرائيل، قرارات في امريكا وانجلترا في ضغط دلوقتي على الولايات المتحده من 88 عضو انه تتوقف الاسلحه. وبعدين شفنا كمان العقوبات اللي فرضت على عدد المستوطنين من انجلترا وامريكا، مش بس من امريكا. فدي الحاجات اللي ممكن نتكلم عنها، انما حاجه جوه اسرائيل مثلا اهالي الرهاين اعتقد دي قوه ضعيفه مش هتغير حاجه يعني. طب البعض بيرى انه ما يفعله نتنياهو في الوقت الحالي وإطالة أمد الحرب والإصرار على اجتياح رفح الفلسطينية وعدم الدخول في مفاوضات لاسترداد الأسرى وكأنه نسى يعني شأن الأسرى خالص،
البعض بيقول انه دي ورقته الاخيره للاستمرار في اسرائيل، والبعض يقول انه بعض التحليلات بتقول انه ده هو بينتحر سياسيا، يعني ده سيؤدي الى نهايته كما انتهت قبله قيادات اسرائيليه بسبب قرارات خاطئه. بالظبط، احنا بنقارن مثلا باللي حصل في 73 وجولدا مائير والحكومه موجوده يعني، وان بنراهن جميعا انه هيحصل محاكمات بعد كده، وشفنا استقاله رئيس المخابرات الحربيه، كل شويه بنتكلم ان وزير الدفاع او وزير الاركان رئيس الاركان هيمشي، الغلطات اللي حصلت عندهم من ناحيه المفاجاه في 7 اكتوبر، فيعني واحنا داخلين على 8 اشهر دلوقتي، فهو طبعا يعني راح ورجع للسلطه 3 مرات، فيعني نفسه طويل طويل جدا في الحكم. هل نتنياهو له شعبيه دلوقتي؟ انا ما اعتقدش، اعتقد الشعبيه اللي موجوده للشعب الاسرائيلي واللي راح اسرائيل شاف ده وعارفه ليه تماسكهم مع بعض بصرف النظر عن نتنياهو موجود في الحكم ولا لا. وللاسف شديد جدا القوه الضاغطه بتاعت اهالي الاسرى، اهالي الرهائن اسف الاسرائيليين ضعيفه. يعني احنا كمان سمعنا عن ارقام حركة غريبة جدا، اول ما حصل الرهائن سمعنا عن رقم انا فاكره 242، بعد كده الرقم نزل 130، لان طبعا حصل ضرب جامد ففي منهم توفوا وفي منهم تم تسليمهم. دلوقتي بنتكلم على اعداد صغيرة جدا 60 و70. هل دي بس الرهائن الموجودة عند حماس؟ ما اعرفش، انما اذا كانت هي دي طب ما الاهالي بتوعهم بقى يعني مش كافيين ان هم يقوموا بالضغط جوه اسرائيل. وكان دايما في نظريات زمان انه هيحصل في اسرائيل زي ما بيحصل في جنوب افريقيا زمان، ان هو يعني العرب عايشين مع اليهود وبالتالي دوله فلسطينيه والكلام ده كله. بس كان في صوره دايما بتتصدر انه الجندي الاسرائيلي او المواطن الاسرائيلي مهم، وانه اسرائيل حريصه على استرداد حتى رفات أبنائها، وإنه ما فيش حد بيتم إهماله، يعني ده ضد ال ده حركة تغير. وبعدين احنا شايف انه اتغير في الوقت الحالي؟ اتغير، وانا هقول لحضرتك ليه. يعني اسرائيل طول الوقت نقول جيش قوي جدا وبتاع، لا، اللي راح اسرائيل وشاف، يعني احنا بنشوف حتى في التلفزيون ان المواطن المصري بيشوف الاخبار، بيشوف مثلا نتنياهو او رئيس الاركان او وزير الدفاع واقف في وسط العساكر، واقفين كده في منتهى، يعني لو في اي دوله ثانيه في امريكا بيبقوا واقفين كده، في مصر مثلا ما فيش وزير دفاع بيعدي على القوات، هم لا، في نوع من الجيش، في مشكله اصلا في الجيش الاسرائيلي دلوقتي، في عدد كبير من الشباب وفي مشاكل نفسيه، شفنا 200 واحده من المجندات ما رضوش يروحوا غزه، فيعني صح. يعني حدي حضرتك مثال، مثلا ممكن عسكري مثلا سواق يفتح للجنرال يقول له اتفضل يا ديفيد، فما فيش الضبطيه العسكريه اللي موجوده، وبالتالي اعتمادهم كمان على كميه كبيره جدا من الاحتياط، ده بيؤدي ان هم لما بيفاجئوا بحاجه ما هو الشعب كله جيش تقريبا. بالظبط، يعني هو الشعب. طيب اذا حدث ونفذ نتنياهو تهديده وحصل اجتياح لرفح الفلسطينيه، انا اعتقد اعتقد حضرتك ان ده سؤال كويس برضو، ان تهديد نتنياهو شويه بكل شويه باجتياح رفح يقوم على حاجتين. اول حاجه الاسراع في صفقه اللي هي افراج عن الرهائن والاسرائيليين عشان يخلص من الدوشه اللي عنده من اهالي الرهائن والمظاهرات، والاهالي برضو طالعين في مظاهره اعتقد بكره حاجه كبيره، وبيتوعدوا ان هم يعملوا يشلوا البلد والكلام ده كله. فدي حاجه يعني من ناحيه ان بيلعب من ناحيه ايه، ان هو يعني ياخد مكسب، فيقول يا جماعه انا هخش رفع خلاص، كل شويه نحاول نسرع بالاتفاق. الحاجه الثانيه ان هو شايف العالم كله بما في الولايات المتحده اكبر دعم لاسرائيل ضد اجتياح رفح. طبعا هما بيقولوا في كاتبتين من حماس موجودين في رفح والكلام ده كله. هل اجتياح رفح هيحقق حاجه لاسرائيل؟ انا بقول لا. يعني بالعكس هيضر بالايمج، الصوره الموجوده بالظبط، ومش هيقضي على حركه حماس وخالص، وما هيقضي على حماس، مش عارفين اصلا ياخدوا حماس، هيريق المزيد من الدماء ومش هيحقق اي هدف. طيب ليه مصمم نتنياهو على ده؟ انا بقول لحضرتك يعني هي دي ورقه بيلعب بيها ليه، اللي يعني بالظبط يتخلصوا يا هخش جوه، يعني شايف انه مش يعني ممكن ما ينفذش التهديد. ما اقدرش اقول كده، يعني هو ممكن ينفذ، ما اقدرش اقول كده، انما لاسباب كثيره جدا في حساباتهم هناك، انما هي حاليا ورقه ضغط كبيره موجوده. نعم. السفير يوسف زاده مساعد وزير الخارجيه الاسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجيه، شكرا جزيلا لحوارنا مع حضرتك النهارده، ومشاهدينا بنشكركم على المتابعه في هذه الحلقه من برنامج من القاهره، ونلقاكم غدا في حلقه جديده وموضوعات تفرضها تطورات الاحداث في مصر والعالم. الى اللقاء.